معكم انا موقع عرف نيت كوم. الفيديو النهارده هنستعرض معاكم التحديث الجديد للفايرفوكس. التحديث لسه في النسخه التجريبيه، لكن النسخه النهائيه هتبدا تنزل على بدايه السنه الجديده. من خلال الموضوع ده بنبدا نستعرض اهم 4 مميزات في البرنامج او التحديث الجديد الخاص بالفايرفوكس. تقدر تشوفه من هنا عن طريق الموضوع. وعشان تبدا تثبت التحديث الجديد، كل اللي انت محتاجه هتبدا تضغط على الرابط ده، هيبدا يحولك لطريقة تحميل البرنامج. هتختار من هنا داونلود، البرنامج هيبدأ يتحمل معاك، هتبدأ تثبته. البرنامج زي ما وضحت هو نسخة بيتا، يعني نسخة لسه تجريبية، دي النسخة اللي قبل النهائية على طول. فالنسخة النهائية هتبدأ تنزل على بداية السنة الجديدة. بعد تثبيتك للبرنامج هتلاحظ ان الايقونة الخاصة بيه اتغيرت، هتلاحظ ان البرنامج بقى سريع جدا. فلو حاولنا مثلا نصفح اي حاجة داخل الموقع، حاولنا نفتح اي رابط، هتلاقي ان الموضوع بيتم في ثواني. حاولنا نبحث مثلا في السيرش، حاولنا مثلا نكتب عرفني مثلا، فتلاقي ان الموضوع سريع جدا. حاولنا مثلا نكتب يوتيوب، فيسبوك، عكس مثلا جوجل كروم. لو احنا حاولنا نعمل نفس اللي انا عملته ده، ان احنا نسيرش على حاجة واحنا نتصفح موقع او نبدأ ندور جواه، فتحنا مثلا اي قسم، حاولنا ننزل تحت، فنلاحظ ان الموضوع فعلا بقى سريع. طبعا غير القائمة الخاصة بيه اتغيرت، ضغطنا مثلا على ويب ديفلوبر، هتلاحظ ان الموضوع بقى يعني سلس عن الاول بشكل كبير جدا. الايقونات هنا بقى في انيميشن، مثلا لو حاولنا نضغط فنلاحظ ان الانيميشن الخاص بالتنقل حول في الموقع نفسه بقى افضل. فاكيد لو انت ثبت النسخة دي ممكن يقابلك بعض المشاكل، لكن بشكل عام مش هتحس بيها او مش هتشوفها، لان ممكن في الاستخدام الطبيعي الخاص او الاستخدام الطبيعي للتصفح على الانترنت ما تحسش بالمشاكل دي. ممكن لو انت بتفتح موقع كتير جدا او حاجة تحس ببعض المشاكل اللي ممكن تظهر في النسخة التجريبية، لكن بشكل عام ما واجهتش اي مشكلة اثناء استخدامي للمتصفح او الاصدار الجديد من الفايرفوكس. طبعا لو انت حاولت تضغط من هنا او تفتح نيو تاب، بيبدأ يظهر لك الشكل هنا التوب سايت دوت، اكتر موقع اللي انت زرتها. هنا الهايلايت اخر حاجات مثلا انت فتحتها او بتفتحها بشكل مستمر. فالموضوع زي ما هو واضح ظريف الى حد ما. فلو كتبنا مثلا جوجل، الفكرة ان السرعة فعلا واضحة جدا. لو فتحنا مثلا التاسك مانجر وشفنا مثلا فايرفوكس، هتلاحظ ان هو اقل برنامج، يعني واخد 1% من المعالج، واخد مثلا 100 جيجا من الميموري، او 200 جيجا او 300 جيجا. فالموضوع مش هيأثر على جهازك يعني. فانت لو جهازك امكانياته بطيئة او امكانيات الخاصة بيه قليلة، فانت هيكون خيار مناسب ليك انك تبدأ تجرب البرنامج ده دلوقتي. هيكون طبعا افضل من جوجل كروم اللي بيسحب مثلا، ممكن يسحب جيجا او 2 جيجا من الرام اثناء استخدامك له. ده كان موضوع النهاردة. حاولنا نستعرض الاصدار الجديد من الفايرفوكس. طبعا احنا ما اتكلمناش عن المميزات بشكل كامل، فانت ممكن ترجع للموضوع وتبدأ تقرا اللي موجود. حاولنا بس نستعرض شكل المتصفح وطرق التنقل من خلال المواقع. ده كان موضوع فيديو النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم عن الصور موقع عرفنيتكم.